الصدق. الصدق تحري الصواب في القول والعمل، وقول الحق في مواطن الهلاك. وقيل هو أن تصدق في موضع لا ينجيك عنه إلا الكذب، وهو اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قوله يريبك وهو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه.